رصد تقرير إفريقي قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ذات البنية التحتية الأكثر تحسناً خلال العام الجاري، والتي ضمت 5 دول عربية هي مصر، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. وذكر تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية أن الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية يعملون على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية في القارة. وتشير بيانات حكومية إلى أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشاريع خاصة بالبنية التحتية، وتمكنت الحكومة من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.